بهالفيديو كمان رح نشتغل example about combination and permutation. اوكي هاي combination هاي permutation. اوكي قلنا هيدي order not important, هيدي order is important. اوكي back to the exercise. The first question, how many ways are there to choose a committee? في عنا committee مألفة من 4 females, okay, 4 females and 5 males, of 8 females, okay, and 7 males. يعني نحن عنا 8 females بالأساس, في عندي 7 males, okay, بدي نقي منهم committee, okay, committee مألفة من 5 من 4 females and 5 males. في عنا 4 females and 5 males. اوكي طيب لنعرف اذا كان permutation or combination, so we have to look at if the order is important or not. اوكي لما بنقي انا من 8 females بنقي 4 females, ما بيهمني كيف ترتيبهم. يعني انا لما بنقي 4 females هني 1 2 3 4, مين الاول مين الثاني مين الثالث, anyway انا المهم صار في عندنا نحن 4 females. ونفس الشيء في عندي 7 males بنقي منهم 5, ال 5 اللي نقيتهم صار عندنا 5, مين الاول مين الثاني is not important. اوكي يعني معناتها in other words الاوردر is not important, معناتها نحن عم نحكي عن اوكي عم نحكي عن combination. alright نجي على first question again. في عنا نحن ننقي males وننقي females. اوكي خلينا نحط two places. alright خلينا نقول اول place هون هننقي فيه females وتاني place هننقي فيه males. اوكي بتطلع انا في عندي 4 females of 8. اوكي 4 of 8 نرجع لل definition اللي اخذناها قبل. لما قلت انا هون الاوردر از نوت امبورتنت معناتها نحن عم نحكي عن كومبينيشن, يعني معناتها نحن عم نعمل كومبينيشن ل 4 elements من اصل 8, يعني معناتها C4 8. اوكي for the males 7 combination of 5 of 7. اوكي يعني C5 7. alright بنعمل البرودكت تاعهم بيطلع الانسر. هلا هون أكيد واحدة هون وهون نعمل الفورمولا تبعت الكومبينيشن اللي هي هرجع سريع هون على جنب بذكر فيها CKN هي شو؟ هي N factorial على K factorial times N minus K factorial. أوكي؟ بنكمل نحن هون الكالكوليشن. تاني بورت عم بيقولوا لنا هن ذاتها هي ذاتها الكوميتي بس حطوا لنا كونديشن عليها. بيقولنا such that a couple okay refused or refuse to join the same committee. يعني في عندي couple انا male و female رفضوا يكونوا بنفس الكوميتي. alright على طول نحن بدنا نجرب لما نكون عم نشتغل هيك statistical experiment وبعدين نروح على probability بدنا نجرب نحط ببالنا كل possibilities اللي ممكن يخطروا على بالنا. okay لما بيقولوا لي انا هون couple refuse to join the same committee, يعني أنا في عندي نقيت committee في couple male female ما المفروض يكونوا مع بعضهم من نفس الكوميتي. شو يعني ما المفروض يكونوا مع بعضهم؟ يعني في شو ال possibilities اللي غير هيك؟ يعني يا يكون بالكوميتي يا يكون الميل لحاله اوكي يا اما تكون الفيميل لحالها يا اما يكونوا اثنيناتهم مش موجودين بنفس الكوميتي. هيك معناتها. alright طيب أنا هلا تا نقسمهم بثلاث حالات. لما بقول أنا على طول ننتبه كمان لشغل لما بقول or اوكي ال or هي الاوبريشن السام اوبريشن باللوجيك معناتها اوكي او بالالجبرا معناتها يونيون. اوكي or معناتها يونيون واذا بنحطها بالاوبريشن معناتها سام. اوكي لما بقول or يعني سام, لما بقول and يعني product مثل هون لما بقول بدي نقي انا 4 of 8 and 5 of 7 شو بيناتهم حطينا a product. لما بقول or معناتها في بيناتهم between them a plus. لما بقول انا في عندي هوني committee اوكي فيها
الميل اللي احنا بدنا اياه، اوكي، والوان الفيميل ما المفروض تكون، اوكي. هذا اول possibility. وشو قلت بعدين؟ قلت انا or في تكون الكوميتي الميل مش موجود فيها، اوكي، بس شو الفيميل موجودة، or كوميتي الميل والفيميل اوكي مش موجودين. alright، لما بقول انا هون or بعدين لما بدي اعمل انا الكالكوليشن المفروض الاور شو تصير؟ تصير بلس. وهون لما بقول اند بده يكونوا برودكت. اوكي؟ طيب شو معناتها لما بقول بيجي هلا بنعمل نحن انتربريتيشن لكل وحده وحده. لما بقول انا كوميتي مألفه من 1 ميل، هيدا الميل اللي هو بده يكون لحاله مش موجود مع الفيميل، اذا في شخص انا بعرفه، كان في طريقه تنقي؟ ما في غير طريقه واحده، صح؟ لانه معروف الشخص، مش بدي اتحذر، معروف. يعني انا بدي نقي شخص هو بذاته، فطريقة تنقيت الشيء النون، يعني النون المعروف، اوكي، هي سي على طول سي 1 1، اوكي. اند هلا نحن هون لما بقول انا هون نقيت الميل اللي بدي اياه يطلع بالكوميتي، صار معنا اياه هون. طيب انا ان توتال كم ميل في عنا؟ في عنا 5 ميلز، اوكي. انا اوريدي نقيت 1، في 1 اخذني من اصل قديش؟ من 7. لما نقيت 1 ال 7 قديش صاروا؟ صاروا 6، اوكي. وقديش بقي لي نقي؟ بقي لي نقي 4، صح؟ لان انا هن كلياتهم لازم يكونوا 4، واوريدي معنا 1 هون، بقي لنا نقي 4. 4 من قديش؟ من 6 سي 4 6. هيك بنكون نحن نقينا الميلز ال 5 ميلز، اوكي. بقي لنا نقي الفيميلز، صح؟ الفيميل انا بدي نقي 4 من 8، بس في عنا فيميل ما مفروض تكون معه بنفس الكوميتي، منشيلها من الايت، شو بيضل عنا؟ ضل عنا 7، فبدنا ننقي، يعني معناتها نحن بننقي ال 4 من 7. اوكي، سي 4 7. alright، بلس، لانه في اور، الاور بتصير بلس. نفس الشيء هون، نفس المبدا، بس بدل الميل حتكون فيميل، تنقي الفيميل انا بذاتها هي 1 سي 1 1. بيبقى نحن ننقي، في عنا المفروض انا بدي 4 فيميل، نقيت وحده منهم، يبقى نقي 3، صح؟ 3 نقي 3 من 8، بس نحن شلنا وحده هون فبيصاروا 7، 3 من 7. والفي والميلز بدي نقي انا ان توتال بدي 5 ميلز من 7، بس في شخص ما المفروض يكون موجود، بنشيله من 7 بيبقى عندنا 6، فبيكون عندي انا 5 اوكي من 6. هون بكون نحن نقينا الفيميلز، هون نقينا الميلز، اوكي، وهون كمان نفس الشيء نقينا الفيميلز. alright، هسه عندنا possibility واحدة اللي هي هون الأخيرة، اثنيناتهم ما يكونوا موجودين بنفس الكوميتي. كمان إذا في or بتصير plus، خلينا نقي الفيميل أول شيء times الميل، تاني شيء هون الفيميل، هون الميل، بيجي بتطلع إذا اثنيناتهم بدهم يكونوا موجودين، يعني الـ 8 female شلنا وحدة منهم، قد إيه بقي عندنا؟ 7، أنا قد إيه بدي 4، يعني 4 of 7. والميل كمان شلناه على جنب، أنا في عندي already 7، بنشيل منه بصير 6، فبنقي الـ 5 of 6. أوكي؟ هيك بنكون نحن جاوبنا على تاني سؤال. أوكي؟ هلا بآخر سؤال عم بيقول لي such that two females refuse to join the same committee. alright، لما بيقول لي two females refused to join the same committee، الاحتمالات هي انه يا تطلع كل وحده لحالها بكوميتي، اوكي، يعني وحده موجوده الثانيه لا، الثانيه موجوده الاولى لا، واثنينهم مش موجودين. اوكي، فهي بهيدي الحاله، يعني انا بقول يا اما يعني كوميتي تكون فيها one female، اوكي، الثانية لا، or كوميتي الأولى لا، الثانية ايه، or كوم، هلا حشطبهم أنا اللي ما بدي اياهم، اثنيناتهم مش موجودين بنفس الكوميتي، اوكي، يعني هوني اثنينهم مش موجودين، هوني الأولى موجودة الثانية لا، اوكي، الأولى مش موجودة الثانية ايه، alright، هيدي شو بيطلع جوابها؟
اوكي هلا وحده موجوده والثانيه لا. المايلز ما في عليهم اي شيء، المفروض ننقيهم مثل ما هن. في عندي انا قديش قلنا في عندنا مايلز هنا، في عندنا 7 بدي انقي منهم انا 5، يعني بتضل سي 5 7 ما في مشكله فيهم. سي 5 7 هلا الفيميلز وحده بدي انقيها، كيف قلنا بننقي نحن حدا بذاته هي 1 1 سي 1 1 بيبقى ننقي البقايا. ما انا في عندي المفروض نقي 4 فيميلز، نقيت وحده سبقي لي 3، لما انا في عندي 8 نقيت وحده منهم تفضل عندي 7، وفي الفيميل اللي المفروض تكون بنشيلها كمان قد ايه بضل؟ بضل 6 فيميلز اوكي؟ تنقي منهم سوري بضل 6 هون بنحطها هون بدنا ننقي منهم نحن 3 اوكي؟ ليه؟ لان انا في عندي 4 females 1 قيناها هون و 3 صاروا 4 و 5 males اوكي فهدول المايلز هدول الفيميلز بلس نفس الشيء هون المايلز ما في عليهم اي مشكل سي 5 7 كمان الثاني حننقيها سي 1 1 ونشيل اللي نقيناها هلا هيدي اللي هون ونشيل اللي ما بدها تطلع معها كمان قد ايه بيبقى 6 وننقي 3 هدول المايل هدول الفيميل بلس last possibility انه ما يطلعوا ما يكونوا موجودين اثنيناتهم المايلز ما في مشكل عليهم سي 5 7 وانه اثنيناتهم ما يكونوا موجودين بالكوميتي يعني بدي انقي انا 4 فيميلز اذا بشيل تشيلهم اثنيناتهم الايت بتصير 6 سي سوري قديش ننقي نحن فيميلز 4 سي 4 6 اوكي هدول المايلز هون الفيميلز alright بهيدا الاكزامبل جربنا نشتغل على هيك كتير possibilities اوكي وعرفنا شغلة انه لما نكون نحن عم نقول باللوجيك عم نقول or الor translation تاعها بتصير plus لما نكون عم نقول and بيكون في product اوكي okay? thank you